السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول حاجة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. ده فيديو مسائل بتاع محاضرة رقم 6، تمام؟ كده إيه، خلصت لكم كل المسائل في كل المحاضرات. قبل بس بقى نخش في المسائل، هتلاقي كده في جزء نظري وممكن يلخبط شوية، تمام؟ في المحاضرة رقم 6 بيقول لك إيه، أدي نور أهو، تمام؟ لو أنت عملت، لو نور عمل فيكشن للأرم، للرايت أرم، فكده أهو هتلاقي ان ايه اللي حصل، ان الرايت ارم تمام اتحرك ابورد، يبقى السي او جي بتاعك هيتحرك ايه، هيتحرك معاك برضو رايت وابورد، تمام؟ يعني فوق يمين. طيب افرض انا تمام والعياذ بالله شيلت الرايت ليج، شيلتها خالص، تمام؟ فايه اللي انا شيلته، انا شيلت رايت وشلت في اللور ليمب، يبقى شلت داون وورد. يبقى ايه اللي هيحصل، السي او جي بتاعي هيتحرك ليفت، عكس العكس اللي انا شلته، ليفت واب وورد، تمام؟ ده اللي هيحصل. يبقى لو انت ضفت جزء السي او جي يتحرك معاك، لو انت شلت جزء هتلاقي السي او جي يتحرك عكس الاتجاه اللي انت اتحركت فيه، تمام؟ دول ايه الحاجتين. باقي اخر حاجة اللي هي تالت حاجة، تمام؟ لو عندك ايه واحد اهو، تمام، وبس ايه معوق شوية تمام، وشايل شنطة ورا ظهره، هتلاقي السي او جي بتاع انت ضفت جزء ورا، فهتلاقي السي او جي بيتحرك لورا، تمام؟ يقوم هو يتحرك لقدام عشان يحاول يرجع السي او جي للطبيعي. طيب افرض بقى واحدة حامل، فهتلاقي اهو واحدة اهو، تمام؟ فهتلاقي ان السي او جي بتاعها بيطلع لقدام، فهي بتحاول ترجع لورا. كل الحاجات دي هتسبب لك امراض زي الايه، اللوردوزيس والسكليوزيس، تمام، اللي هو الاس شيب. ف ده الايه الجزء النظري اللي كنت عايز اقوله. طيب نيجي بقى للايه، للمسائل. هتلاقي عندك حاجتين في المسائل، عندك التوتال سي او جي بتاع البادي كله، تمام، والسيجمنتال سي او جي، تمام. التوتال بادي سي او جي عندك للميل والفيميل. طيب الفيميل عندك التوتال بودي هايت، تمام، اللي هو الطول الكلي بتاعك في 55 و44 على 100، ده رقم ثابت. والميل تمام التوتال بودي هايت في 56 و18، وده برضو رقم ثابت على 100. ففرضا مثلا، فرضا ميل وفي ميل، تمام، الطول بتاعهم 180، حلو، بيقول لك احسب لي التوتال سي او جي، توتال بودي سي او جي، فهتقوم ايه 180، لو في ميل 180 في 55 و44 على 100، لو ميل 180 في 55 في 56 و18 على 100، وتطلع الرقم. طيب السيجمنتال سي او جي ده بقى بيقول لك ايه، ان السيجمنت، اي سيجمنت في جسمك ما بيبقاش متساوي، او ما بيبقاش ايه يعني متطابق، لا في حتة أكبر من التانية مثلا وهكذا. فهتلاقي إن السي أو جي بتاعها مش في النص، لذلك بنحسب له مرة من البروكسيمال، من البروكسيمال، ومرة من الديستال. طيب بنعمل إيه؟ بنقسم السيجمنت لسبع أجزاء، تمام؟ ثلاثة منهم للبروكسيمال وأربعة للديستال، حلو؟ فلو قال لك احسب لي مثلا الأرم، تمام؟ قسمه، قلنا ثلاثة للبروكسيمال وأربعة للديستال. قال لك احسب لي طول ارم مثلا، قال لك 30 سنتي، احسب لي السي او جي من البروكسيمال، فتقوم قايل الارتفاع كله، تمام، او طول الارم كله في 3 على 7، وتطلع الناتج، تمام. لو قال لك احسب لي من الديستال طول ارم الديستال، فتقوم قايل التوتال في 4 على 7، تمام. دول كده ايه كل حاجة، يعني تفاصيل كده بسيطة في المحاضرة رقم 6، تمام، وبس كده. الصلاة على الحبيب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.